يعني انا كل لا الحمد لله لا، بس انا كلمت رامز قلت له اياك تعمل كده احسن هنخسر بعض للابد، لان حرق يعني ليه اخلي الناس تشوفني وانا في اوحش حاله؟ احنا بالعكس يعني لما بنيجي نطلع قدام الكاميرا بنبقى بنحاول ان احنا نبقى على احسن حال علشان فاهمه يعني الناس تبقى مبسوطه مننا، مش يطلعوا ويشوفونا واحنا متعصبين، كفايه بيشوفونا واحنا بنمثل متعصبين. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد العوادي. www.washwasha.org